إذا كان الكاهن يعلم بالأمور المستقبلية باستعانته بالشياطين، فهل يعني أن الشياطين تعلم الأمور المستقبلية؟ يا أخي، الشياطين الكهان يتلقون عن الشياطين، والشياطين تعلم ما لا يعلمه الإنس فيتلقون منهم، فهم يأخذون علومهم عن الشياطين، وهذا كفر بالله عز وجل. الشياطين يؤخذ عنهم العلم أو يوثق بهم؟ لا يثق بهم أهل الإيمان. نعم.